بأن كمختبرين خصوصا أو كمركز صحي يجونا حوامل نشتغل لهم البي دي آر إل فحص السيفلس. بس لو أجي أسأل واحد واحد شنو السيفلس ما أتوقع عنده معلومات عنه. لذلك تطرقنا إلى واحد من ضمن أهم الأمور للأمراض المنقولة جنسيا هو مرض بكتيري يتسبب بكتيريا تريبونيما باليدا ينقل عن طريق الجنس في مدار الكرئيات وأيضا يتنقل بسرعة أقل عن طريق التلامس واللي هي مكان الإصابة اللي هي تكون شلون التقرحات مكانات متقرحة بالمناطق التناسلية أو بحيث نحكي عن مراحل تكون هذه الكرة وتنتقل من الأم للجنين عن طريق المشيمة المرحلة نسميها سيفلس بالمراحل المتطورة إذا صار بالأعصاب أسميه سيفلس هاي الإصابة تمر عندي ثلاث مراحل عندي المرحلة الأولى إنه اسمها عليك وإحنا صابين بالبكتيريا ورد الثلاث أسابيع هتبدي عندي شلون إحنا نسميها تالول قرحة جرحاية سواء بالفم أو سواء المناطق التناسلية هاي قد تعبر من دون علاج وقد تختفي لكن هو كمرض موجود إذا عبرت علي هاي المرحلة الابتدائية لأنه نوعا ما بها أعراض غير هاي القرحة سواء منطقة تناسلية وإذا كانت بعض الرحم أو الشرج أو مستقيم عن مرحلة الأول لو ما تكون مؤلمة لو ما تكون لا فإذا عبرت علي راح أدخل بالمرحلة الثانية المرحلة الثانية هي الأخرى هنا ما راح تبدي تصير عندي قرح جلدي الأماكن مثل راحة اليد باطن القدم والقطح الجلد ما بيحكي يكون أحمر قطح خشن ومناطق ما أكثر شيء راحة اليد أسفل القدم أقوية بعض العلامات عندي حيكون مهم عندي ألم بالعضلات عندي تساقط شعر فقدان وزن حمى أمينة تصير هذه المرحلة الأولى والثانية إذا تعالجت بنسلين كافي عليها طيبة بنسلين لأن هي إصابة بكتيريا أنت ما تمشي عليها البنسلين طيبة وزيادة لكن إذا انهمت راح يدخل طول كامل شلون إذا